معك يا سيد محمد يزبك، يعني الحديث يدور عن خليتين، واحدة في قبرص والأخرى في اليونان، ونتنياهو يتحدث عن إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية. إلى أي حد هذه الرواية التي تحدثت عنها المصادر الإسرائيلية متماسكة؟ وهل الدور الإيراني واضح فيها؟ مساء الخير. أنا لم أسمع نهاية السؤال، ولكن واضح أنه يعني مدى صحة هذه الأخبار ويعني صدقيتها. أنا باعتقادي من تحليل الوضع العام الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة، وخاصة ما حصل في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة والاعتداءات المتكررة المجرمة من قبل العصابات الصهيونية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، جاء هذا الخبر، واعتقادي أن هذا الخبر لم يأتي صدفة في هذا التوقيت بالذات. وإذا ما يعني إذا ما نحن نعرف كيف تتعامل إسرائيل حينما تكون مأزومة دوليا، وإسرائيل عمليا يعني بعد الاعتداءات في الضفة الغربية وحرق المنازل والحقول والبيوت والناس، كان في هنالك انتقادات دولية شديدة، وكذلك انتقادات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها من الدول. وأنا أعتقد أن ما إسرائيل تسعى إليه الآن وسعى إليه نتنياهو في هذا التوقيت بالذات هو إزاحة النظر والاهتمام عن المسألة الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية إلى مسألة أخرى، وهي المسألة التي دائما تحظى باهتمام، وهي المسألة الإيرانية. وكأنه هنالك في تخطيط لهجوم إيراني أو عمل ضد سواح إسرائيليين أو ضد التجار وضد رجال أعمال إسرائيليين، إن كان في قبرص أو في اليونان. أخي العزيز، لو نظرت إلى الخبر بشكل كامل يعني تفحصنا الخبر بمدلولاته وكيف ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن كان في صحيفة دورت أو في القنوات الإخبارية، لوجدت أن هنالك في تناقض يعني كبير في مضمون الرسالة. التناقض الأساسي الواضح في هذه الرسالة أنه هنالك يعني اعتداء مخطط في قبرص، ومن ثم هنالك كذلك يقول الخبر أنه كأن هنالك يعني جهاز نائم جاهز للعمل.